باسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد آمين. المرة دي بقى هناخد موقف أحد ضعفات رجال الله وضعف وقع فيه إبراهيم وللأسف كان مكرر. إبراهيم راح بلد اسمها جرار وتقابل مع أبي مالك مالك جرار وقال لسارة كرري نفس الغلط تاني. تخيلوا، قال لها قولي إنك أختي علشان يحصل خير بسببك ليا ولكل الأملاك اللي حوالينا. وفعلا سارة عملت كده برضو لأنها كانت برضو مطيعة لإبراهيم في الحركة دي. وبالرغم من الموقف إنه كان عجيب جدا وإن تكرار الغلط كانت حاجة صعبة على ربنا من ناحية إبراهيم، لكن برضو ربنا لم من وراء إبراهيم، برضو ربنا بدأ يلملم وراء خطية إبراهيم اللي عملها أو الضعف اللي كان من ناحية أبونا إبراهيم. وقال لأبي مالك كده، قال له بص، لو قربت ناحية سارة دي في شر هجلبه عليك، أوعى تلمس سارة دي، مرات رجل الله وأنا الرجل ده خليه صلي لك علشان العقم. وكان طبعا مراتات أبي مالك أو زوجاته أو حتى العبيد اللي في المملكة كلها، كل الستات كانوا عواقر، ولكن ربنا قال أبي مالك خلي إبراهيم يصلي لك عشان أفتح رحم الستات دول كلهم ويعرف يخلفهم من جديد. عشان كده دايما حتى ربنا بيحاول يجبر الكسر اللي جوانا. تلاقي نفسك لما تيجي تضعف أو تلاقي نفسك ضعفتي في خطية معينة، لكن ربنا بيستخدم حاجة موجودة جواك لمجرد أنك تصلي. يعني معقولة يا رب يعني أنت فاكر إبراهيم أنه يصلي من أجل زوجات أبي مالك ولا عبيد أبي مالك ولا ستات العواقر اللي في المملكة؟ بصلاة إبراهيم اللي غلطان اللي ضعف وكرر الغلطة تاني، حتى لو كان كده. بس بقى اللي عجبني في الموقف ده، عايزكم تاخدوا بالكم منه معايا كويس خالص، انه ابي مالك قال لابراهيم، قال له جمله صعبه جدا، قال له اعمالا هذه تعمل عملت بي، يعني هل ينفع العمل اللي انت عملته ده؟ دي عمله تعملها برضو. ركزوا معايا كويس جدا في النصيحه دي. ساعات ربنا يبعت لنا اشخاص غير مؤمنين هم اللي يدونا النصيحه ويفوقك من اللي انت فيه. أعمالا هذه تعمل عملت بي، يعني أنت رجل الله وأنت ياما ربنا وقف جنبك كتير، وأنت 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 بكل الحلاوة دي وبكل الجمال اللي ربنا ادهولك ده في الأملاك والمقتنيات وأنه يدافع عنك في الضعف ده، برضو رايح تكرر الغلطة تاني؟ برضو رايح تكرر الضعف تاني في نفس الطريقة بنفس الكلام بنفس السيناريو والحوار بتاع الموقف كله؟ لكن بالرغم من كده ربنا استخدم إبراهيم يصلي، وفعلا صلى وربنا فك العقد اللي عند الستات اللي في مملكة أبي مالك، وكلهم خلفوا لأنهم كانوا عواقر. مش بس كده، وكمان ربنا لم من وراء زي ما اتفقنا قبل كده، سطر على إبراهيم ورجع له وصرف بدون ما حد يقرب ناحيتها. حتى في وقت الضعف وقف صلي. أكتر وقت ربنا بيحب يسمع صوتك فيه وانت مكسوف من نفسك، وانت مكسوفة من نفسك. سامرية لما حبت تستقي ماء وطلعت عشان تجيب مية لبيتها، طلعت الساعة 12 يعني تقريبا الساعة 3 الظهر علشان محدش يشوفها في عز الظهر. لكن وهي مكسوفة من نفسها وهي طالعة من بيت الخطية، كانت المقابلة الجميلة والوحيدة مع المسيح اللي كان فيها حوار مثمر، طلعها من إنسانة تعشق الخطية، إنسانة كل حلولها هي الخطية والجسد، خلها إنسانة كارثة. ربنا يبارك حياتكم ويفرحكم ويستخدمنا كلنا لمجد اسم القدوس إلهنا المجد الدائم أبدياً. آمين.